بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة في المحاضرة التاسعة من مادة علم الاجتماع الاقتصادي سنة أولى هنتكلم عن ماكس فيبر، وهو أحد رواد علم الاجتماع بشكل عام، ورؤيته فيما يخص فرع علم الاجتماع الاقتصادي. وهنلاقي إن فكرة ماكس فيبر بيتصدرها مفهوم الدين في كثير من الأحوال. كارل إيميل ماكسيميليان، والمعروف أو المشهور باسم ماكس فيبر، هو أحد فلاسفة ألمانيا ومن أهم علماء علم الاجتماع بشكل عام، وله كتابات وله مساهمات في علم القانون وعلم الإدارة والاقتصاد السياسي، و يعد من أهم رواد السوسيولوجيا المعاصرة، علم الاجتماع المعاصر بشكل عام، ومن الأوائل اللي انتقدوا فكرة الحداثة وكتبوا فيها، ودائما ما كان ينساق أو أسلوبه في التحليل السياسي والاجتماعي كان بيبقى بأسلوب التنظير. ويعد ماكس فيبر من أهم السوسيولوجيين الألمان على الإطلاق، اللي أرسوا دعائم السوسيولوجيا التأويلية، حيث هو يتجاوز في فكره وفي كتاباته وإسهاماته فكرة التفسير العلمي إلى التأويل الذاتي والإنساني، اللي بيكون طبعا الإبداع فيه بصورة أكتر توسعا. وبتعبير آخر، يعني ماكس فيبر أخرج علم الاجتماع من مسار التفسير إلى مسار الفهم والتأويل، وبالتالي زي ما قلت من شوية الإبداع. ماكس فيبر كمان كان بيهتم بالعلوم الإنسانية والعلوم الروحية المبنية على فكرة برضو الذاتية في الفهم والتفسير والتأويل. ومن جهة أخرى يعتبر ماكس فيبر من مؤسسي الإدارة الليبرالية الحديثة، يتبنى الفكر الحر في مدرسة الإدارة، وله منظور عقلاني هادف في هذا الإطار. فيما يخص المجال الاقتصادي اللي هو أساس موضوع دراستنا، ماكس فيبر بيعلي فكرة الدين والتدين ومبادئ الدين في تحليلاته الاقتصادية أو الاجتماعية لمفهوم وظاهرة الاقتصاد. هنلاقي ده موجود واضح بشدة في كتابه عن الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية. هو بيتبنى الفكر البروتستانت، وبيتبنى الروح الرأسمالية في نفس الوقت، وبالتالي كانت أفكاره ما بين هذا وذاك، وده كان واضح جليا في هذا المؤلف. قيم البروتستانت ساهمت في بروز فكرة الرأسمالية العقلانية، مش الرأسمالية على إطلاقها. كارل ماركس ركز على العوامل المادية والاقتصادية في الرأسمالية، وكان ماركس صار على فكرة الدين، يعني ماركس عكس فيبر صار على فكرة الدين وكان رافضها، إلا إن ماكس فيبر دافع وبشدة عن فلسفة الأديان وخاصة البروتستانت، ودعم ده بالعقلانية والبيروقراطية والرأسمالية والحداثة، ودعا في كتاباته كما تدعو البروتستانتية إلى ابتغاء الكسب المثمر وتنمية رأس المال وفق دوافع سيكولوجية نفسية ومبادئ أخلاقية، وده بيتوافق وبيتسق مع فكرة إعلاء قيمة الدين برضو اللي يعتبر ماكس فيبر متبنيها منذ البداية. في مفاهيم ومصطلحات معينة كانت بتبرز في كتابات وإسهامات ماكس فيبر، زي الحرص والشح والاستثمار وعدم التبذير وحب العمل وتقديسه، لاسيما إن مذهب البروتستانت ظهر مع مارتن لوثر كينج بيمجد العمل باعتباره الغاية العليا للحياة والفريضة من الله سبحانه، وده فكر مغلف بالقيم الدينية ويقدس هذا التوجه. تمتاز الأخلاق البروتستانتية برضو بتمجيدها للعمل، وبتمتاز أيضا بدعوتها إلى التقشف والاستثمار والادخار، ودي الأسس الرئيسية اللي قامت عليها الرأسمالية الحديثة، اللي يعتبر
ماكس فيبر من روتها ومن أكتر المتبنين ليها والداعمين ليها في كتاباته المختلفة وفي إسهاماته، سواء كانت إسهاماته دي منصبة على علم الاجتماع بشكل خاص أو على علم الاجتماع في علاقته بالعلوم الإنسانية الأخرى على رأسها طبعا بالنسبة لنا علم الاقتصاد، أو الرابطة ما بين الاقتصاد من جانب والمجتمع من جانب آخر. فممكن نقول إن ماكس فيبر يعني كان بيتبنى المذهب البروتستانتي اللي بيقدس العمل وبيعلي من قيمة الأخلاق والقيم في إطار الدين، لا سيما المذهب الفرعي مذهب كالفن اللي اهتم أو أبدع في تأطير مصطلح أخلاق المهنة أو أخلاقيات المهنة، وهو بيعتمد بشكل كبير جدا على نزعة صوفية تجتهد في جمع النقود لاستثمارها في المشروعات التجارية والصناعية بروح مطمئنة، تعتبر إن النجاح في الدنيا دليل على رضا من الله. وده برضو بيؤكد النزعة الدينية في فكر ماكس فيبر واللي أخدها من مذهب كالفن. وفسر ماكس فيبر ظهور الروح الرأسمالية بتأثرها بدور الأخلاق، يعني هو شايف إن الرأسمالية لابد أن تكون أخلاقية، ولا سيما الأخلاق النابعة من المذهب البروتستانتي اللي هو بينتمي إليه، ولا يعني هذا أن السبب الديني هو العامل الوحيد في تفسير ظهور الرأسمالية الليبرالية ولكن العقلانية حسب ماكس فيبر، بل أن هناك أسباب أخرى من بينها العوامل الاقتصادية نفسها اللي بتؤدي دي إلى نزوع الرأسمالية ووصفها سواء كانت بالعقلانية أو الليبرالية، العقلانية أو الليبرالية وفقط. كل ديت أمور ناقشها ماكس فيبر وقدم فيها اجتهادات وإسهامات وكتابات. ده كان موضوع محاضرة النهاردة بشكل مبسط جدا. كلامنا كان عن ماكس فيبر، اتكلمنا المرة اللي فاتت عن دوركايم، المرة اللي قبلها كان عن ريكاردو، ديفيد ريكاردو، واللي قبلها آدم سميث، واللي قبلها ابن خلدون، في محاولات متعددة للوقوف على اتجاهات متعددة لعلماء مختلفين فيما يخص تخصص علم الاجتماع الاقتصادي أو فيما يخص دراسة الظواهر الاقتصادية من منظور علم الاجتماع. أتمنى المحاضرة تكون واضحة، وإن شاء الله نلتقي في المحاضرة القادمة والمحاضرة الأخيرة مع رؤية جديدة واتجاه جديد في دراسة علم الاجتماع الاقتصادي. أشكركم شكرا جزيلا.